الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. هنا حديث جابر يذكر قصة حصلت لهم في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة عندما تجمع المشركون، تحزب الأحزاب على المسلمين، حصلت هذه الغزوة العظيمة التي نصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، يعني أثناء حفرهم للخندق عرضت عليهم هذه الكدية الشديدة، وهذه الكدية المراد بها الحجارة العظيمة الشديدة، لأنهم كانوا يضربونها بالمعاول ولم ينفع. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، يعني أنا نازل إلى هذه الكدية من أجل أن يهدمها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا فيه التعاون على البر والتقوى، وأنه لا يأنف المرء من العمل والخدمة مع الأصحاب، وخاصة إذا كان هذا في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل إلى الخندق وضرب هذه الكدية، مع أنها كانت حجارة عظيمة أتعبت الصحابة، ولكن كرامة من الله سبحانه وتعالى لرسوله أنه ضربها فعادت ككثيب النخل، يعني ذابت هذه الكدية إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، قال جابر: إذن لي إلى البيت، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط بطنه وعصبه بالحجارة من شدة الجوع، أراد جابر رضي الله عنه أن يخرج إلى بيته فيأتي بطعام إلى رسول الله. فقال: أذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام جابر يقول: قلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء، يعني من الطعام؟ فقالت: عندي شعير وعناق، والعناق هي الصغير من الأنثى من أولاد الماعز، هي الصغير من أنثى الماعز. قال: عندي شعير. قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، أي في القدر. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي، يعني القدر بين الحجارة تطبخ، قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. المعنى لهذا الكلام أن جابر رضي الله عنه عندما دخل إلى زوجته وقال: هل عندك شيء، يعني من الطعام؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وخبزت الشعير، وهذا طعام قليل. فقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: طعيم، يعني شيء يسير، ائتي يا رسول الله ومعك رجل أو رجلان حتى يكفي هذا الطعام من يأتي إلى هذا الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو، يعني هذا الطعام؟ فذكرت له، أي ذكر له أنه شعير وعناق. فقال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخز من التنور حتى آتي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يقول لزوجته: لا تنزع البرمة ولا أيضا الخبز من التنور حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لمراد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا، يعني قال للجميع. انظر، هذا طعام يسير، عناق وخبز شعير، يكفي الرجل والرجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار، وكانوا إذ ذاك 1000 رجل، قال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقالت: ويحك، يعني ذمت زوجها لأنها ستقع في إحراج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أرادت الرسول ورجل أو رجلان، الرسول أو رجل أو رجلين، من أجل أن يكفي الطعام، فجاء 1000 رجل. فقالت: ويحك، قد جاء النبي والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك، يعني هل سألك الرسول عندما جاء بهؤلاء 1000؟ فقلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تتزاحموا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا، فانكفأت إلى امرأتي، انقلبت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، الداجن هي التي تكون في البيت، وهي العناق التي مر علينا قبل قليل. قال: فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن طعامها قليل. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، يعني نادى المهاجرين والأنصار، إن جابرا قد صنع سؤرا، يعني صنع طعاما، فحيا هلا بكم، فحيا هلا بكم، دع الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، يعني سبت زوجها لأنه سيفضحها بسبب قلة طعامها، وغاب عنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: قد فعلت الذي قلت، يعني قلت الرسول الذي قلت لي. هي قالت للرسول، قالت لجابر: قل للرسول تعال، أنت رجل ورجلا. وفعل جابر ما قالت زوجته، ولكن الرسول هو الذي أمر الجميع بأن يأتوا. فقال: قد فعلت التي قلت. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، يعني بسق فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الطيبة الطاهرة، وبارك يعني دعا بالبركة. ثم عمد إلى برمتنا، إلى القدر الذي فيه الطعام، فبصق وبارك، يعني بصق من ريقه وبارك، دعا بالبركة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادعي خابزة فلتخبز معك. انظر، شعير، صاع من شعير قليل، ومع ذلك قال: اتي بخابزة تخبز معك، لأن الله سيبارك في هذا الشعير فيكثر الخبز. قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم، يعني اغرفي من القدر، ولا تنزلوها من مكانها. وهم 1000، أي الصحابة كانوا 1000، كانوا 1000. فأقسم بالله، يقول جابر، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. يعني هذا الطعام القليل أكل منه الصحابة كلهم، ولما أكلوا وشبعوا بقي من هذا الطعام بقية، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل منه وتهدي منها أيضا. وإن برمتنا لتغط كما هي، يعني لها صوت، صوت الغليان، يعني كأنها جديدة كما هي. وإن عجيننا ليخبز كما هو، وهذا من بركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. والتبرك بمن فصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، وهذا خاص بالرسول، كان الصحابة يتبركون بنخامه وبريقه وبمنفصل من جسده كشعره، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينتقل إلى غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا مع غير رسول الله،
لم يفعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أكابر الصحابة، وإنما هذا خاص بالرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رجل مبارك، فهو نبي يوحى إليه ووضع الله فيه البركة، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بركته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، فيجعل من الطعام القليل طعاما كثيرا، وهذا من الموجود. وأيضا يكون بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا من العدم، مثالها أن الماء نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم فشرب منه الناس، وشرب منه أعداد كثيرة وبقي هذا الماء، وهذا كله من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يبارك أيضا لغير الرسل والأنبياء، يعني أن يبارك الله سبحانه وتعالى في الطعام تأتي كرامة، كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاءه الأضياف وكلما أكلوا لقمة بقيت اللقمة حتى أكلوا وشبعوا وبقي الطعام على ما هو عليه لم يتغير. هذا حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومثل هذه الأمور نؤمن بها ونصدق، وقد جاء ذكر أمثالها في القرآن، مثالها في قصة مريم وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يدخل عليها زكريا في محرابها في مكان عبادتها وصلاتها فيجد عندها طعام، من أين لها الطعام؟ لا تذهب ولا تأتي ولا يأتيها أحد، فقال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، كرامة لها. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهذا الطعام القليل قال له الله كن فكان فكثر، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. والشاهد لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصب بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر، وهم في جهاد ومع ذلك صبروا على الجوع الذي هم فيه حتى نصرهم الله، وحتى من الله عليهم بهذا الطعام الذي أكلوا منه وشبعوا حتى بقي منه بقية. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.